ودي يا احمد قوم ياض قوم يا مزغوط قوم يا وائل. ايه ياما ايه ياما في ايه؟ قلت لك ما عنديش محاضرات النهارده، سيبيني انام سيبيني انام. طمني على اخوك، قلبي بينغص عليا من الصبح. قوم ياض طمني عليا. ياما هو هيما عيل ماله ياما؟ ايه اللي هيجراله؟ يخرب بيت فقرك، بقول لك قلبي مقبوض. والنبي ياما بطلي شغل الخرافات ده، قولي له هات الكرسي وهو هيبقى كويس ان شاء الله. سيبيني انام بقى. يلا يا اللي تشك في باطك بقى، لو هيما مكانك كان عمل كده انا اقول له قلقان عليك، ده كان قام اتنطط يدور عليك. يوو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 و
شغلت المسد كل ياما. حاضر. ليه جهله وحياة امك؟ انا لو كان حد علمنا شغل الموبايل كان زماني حاجه تانيه، ما كنتش احتجت لصنفك. تليفونه مقفول يا اختي، تلاقيه في الهرم مع وفد من اللي بينصب عليهم. لا ما راحش السياحه النهارده، ده راح الصندوق. مش تقولي كده ياما، اكيد ما فيش شبكه جوه الصندوق. روح ياما اعمل لنا لقمه ناكلها على مفرد ظهري شويه. طب والنبي انا مطفحه حقا. النغزه رجعت لي تاني. انهي ورقه في دول التسعه تريب ده واد سمبوسكات نقبك طلع على شونه كده يا معلم، يبقى عليك 18 قول 20 جنيه اب بالفلوس. الله مش طريقه دي يا عم، تقشطتني على الاخر. تلاقيك بتسرق انت اللي بتتكلم عن السرقه بمنظرك ده، تلاقيك ممسوك نشل. لا اعوذ بالله، اني ممسوك تمويل. ايه ده بتغش في رغيف العيش؟ هي ناقصاك انت راخر. يا ريت، هو انا لو كان عندي فور كنت اترميت الرميه دي. انا اتقفشت عشان ببيع تمر هندي وعرق اسوس من غير ترخيص. طب بالذمه التمر عاوز ترخيص؟ اه طبعا عاوز ترخيص، مش تمر هندي يعني مستورد. انت فاكر ايه البلد ماشيه كده من غير قانون ولا ايه؟ ماني ما كنتش اعرف، لو كنت اعرف ما كنت سبت بلدنا. يا راجل دي المربطه في الارض ارحم من اللي جرالي هنا. عليك يا بلدينا، والله قطعت قلبي. لا انت غلبان زينا بقى، انا معرفش ارزق يعني على باب الله. طب بص بقى، عشان ظروفك دي هات 10 جنيه والباقي الحبسه الجايه. ناحيه الحبسه الجايه اطمن، كل مره باجي هنا بقضيه، مره عشان بعت كبده ومره فلنات ومره شرابات، كل ما بيع حاجه اتمسك. طب ما تجرب تبيع مبادئك، صدقني والله مش هتتمسك. يلا مش هتخسر كتير. والله انت صعبت عليا يا بلدينا، وعشان ظروفك دي انا هلعبك على سجاير. تاخد سيف؟ لا نلعب شلح. عايزني العبك شلح في تخشيبه؟ انت باين لك عبيط ولا ايه؟ استمرار الكتب الهدامه دي في المكتبه مهزله لا يمكن السكوت عليها ابدا. لو سمحت يا استاذ عصام، الكتب دي مش انا اللي بختارها، الكتب دي الاداره التعليميه هي اللي بتختارها، ولو عندك اي ملاحظه وجهها ليهم مش ليا. وانت مستنيه تاخدي توجيهات يا انسه نيهان من الاداره التعليميه؟ لازم تستمعي للنصيحه جيدا وتقفي في صف الحقيقه. في ايه يا اساتذه؟ صوتكم عالي كده ليه؟ في ايه يا استاذه نيهان؟ مفيش يا استاذ ايمن، بس الاستاذ عصام بيعاملني زي ما يكون المكتبه دي بتاعتي مش بشتغل فيها. عاوز نشيل قصص بتتكلم عن الاساطير اليونانيه. قصدك بتتكلم عن الهه اليونان والرومان والعياذ بالله، مع انه لا اله الا الله ومحمد رسول الله، بس الكتب دي كلها اساطير وحواديت، واللي كاتبين الكلام ده ناس من عظماء كتاب مصر وموضحين الكلام ده. وايه ذنب ولادنا انهم يقروا كلام زي ده؟ كله الحاد. ولادي يا استاذ اللي يقرا، ما المكتبه بتنش قدامك اهي. قول له والنبي يا استاذ ايمن، بدل ما هو عاملها قضيه ومكبر الموضوع ده، فين وفين لما بيجي مدرس بالطلبه بتوعه عشان يقروا كتاب؟ برضه مهما كان لابد من ازاله هذه الكتب لكي لا تقع في يد احد. يا استاذ عصام، الكتب دي مش محرمه طالما بتوضح ان دي اساطير. انت هتفتي يا استاذ ايمن. انا ما بفتيش، هو مش القران الكريم اتكلم عن الهه المشركين وكان ربنا يقدر يتجاهلهم ويلغيهم؟ وبعدين عندك كتب التاريخ اللي كتبها الائمه العظماء، مش اتكلمت عن الحضارات اللي فاتت وديانتها ومعتقداتها؟ مش ده ديننا؟ ولا انا غلطان يا استاذ؟ ماشي، ايه لازمته بقى ان الولاد يقروا كلام كله خرافات بدل ما يقروا حاجه تنفعهم؟ ومين قال لحضرتك ان الاساطير والقصص الخياليه ما بتنفعهمش؟ ده اي طفل في العالم بيبتدي بقرايه الاساطير والقصص الخياليه وبعد كده بيتطور ويقرا حاجات اهم. عندك حق والله يا استاذ. شوف يا استاذ، اكتب مذكره تفصيليه وقدمها للاداره التعليميه هم يناقشوك فيها. رايح فين يا استاذ؟ رايح ابص على بقيه رفوف الكتب عشان الشكوى بتاعتي تكون مستوفيه كل الغلط اللي انا شايفه. طب استاذنك انا بقى عشان اشوف الحصص اللي ورايا. انا اذنك. دي اول خطوه،
الحمد لله. ربنا يبارك لك يا اني سليم. ربنا يرزقك بابن حلال كده يسددك ويهنيك. اي والله ويريحك من الشحطاطه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ للدرجه دي عايزين تخلصوا مني؟ عشان حبيناكي نفسنا نشوفك كده بدل راجل انيكي. طب ما انت بدل راجل انيكي، كان عمل لك ايه؟ على رايك يحرق الرجاله واسنينهم. بس بتهيألي كده ان الرجاله بتوعكوا مش زي رجالتنا اللي بيشدوا كله كله. ايه ده؟ الله، مين ده يا وزة؟ ده ابني سيف. ما شاء الله. امال فين ابنك التاني؟ ابني التاني في الشغل قبل اولادك. ما شاء الله، وبقى بيشتغل؟ ربنا كرم ومسك اشاره فم الخليج. مسك الاشاره ازاي؟ ده لسه عيل صغير. ما هو يبيع فيها مناديل. والله ايه، هي البلد كلها بتبيع مناديل؟ بس قوليلي يعني ايه مسك الاشاره؟ ما هو كل اشاره بتبقى تبع بلطجي بيدي تسريح للي بيشتغل عليها وبياخد نسبه. عطى الحمد لله مسك اشاره فم الخليج لوحده. اكسكلوسيف يعني؟ والله يا عيل انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل في البلد دي. يا ست ريم، ام شافعي عايزه تطلب منك طلب بس مكسوفه. اموري يا ام شافعي عيني. الليله دي كانت بتتاب بنتي وعايزينك كده تشرفينا، ولو ان بيتنا مش قد المقام. اخس عليكي، انا يزيدني شرف، بس الليله دي بالذات للاسف مش هينفع، اصل عندي افتتاح معرضي. ما شاء الله، يا رب تتباع كل العربيات اللي فيه. عربيات ايه؟ هو مش معرض عربيات؟ لا لا، لوحات فن تشكيل. ايوه ايوه فهمت، فن مشكل يعني. مش عارفة اسمه بالكامل، بس اسمه ابراهيم. حضرتك احنا النهاردة ماسكين فوق الـ13 ابراهيم، لازم اسمه بالكامل. هو اتمسك قدام وزارة التضامن الاجتماعي عشان رمى نفسه قدام عربية رئيس الصندوق. الواد اللابط ده؟ بس حضرتك ايه علاقتك بيه يعني؟ واضح ان مفيش اي صلة قرابة. حضرتك انا بعمل ريبورت، تقرير يعني عن مشاكل الشباب في مصر. صورت اللي عمله قدام العربية، صورت القبض عليه، وجاي اتابع مصيره هيكون ايه؟ هيتعرض على النيابة طبعا. وما وديتوش النيابة ليه؟ حضرتك احنا لسه بنفحص ملفه، احسن كله اي سوابق جنائية او سياسية. وحضرتك ليه مش عايزنا نشوفه؟ ممكن بتعاملوه بشكل غير انساني؟ حضرتك عارفة ان انا ما اسمحش بالكلام ده عندي ابدا. واظن انك سبق وتعاملتي معانا وعارفه احنا بنعامل الناس ازاي، واحنا ما عندناش اي حاجه نخبيها. خلاص حضرتك تسمح لي اشوفه عشان اقول الكلام ده في الريبورت بتاعي.